اللقاء ديال اللجنة الوزارية مع وفد هام ديال الجامعة الوطنية للتعليم. كانت مناسبة باش نستمعوا لكل انتظارات الرجال ونساء التعليم ممثلين من هذه النقابة اللي هي ما بين النقابات اللي هي أكثر تمثيلية. بطبيعة الحال كان نقاش حول النظام الأساسي، كان نقاش اللي أيضا طرق المواضيع عندها علاقة بالدخل ديال الرجال ونساء التعليم وبعض النقاط اللي هي فئوية. كان واحد العرض ديال الوزارة اللي هي وديال اللجنة الوزارية اللي هي اليد الممدودة باش نفتحوا المجال يكون نقاش ديال كل مواضيع، ولكن شرطة باش يكون استئناف الدراسة وكل نعاودي رجال ونساء تعليم يرجعوا للأقسام والتلامذ يرجعوا للأقسام باش نضمنوا الزمن المدرسي لهاد التلامذ. هناك واحد طلبوا باش يكون واحد ياخذوا واحد المهلة ديال 24 ساعة، وغادي يتم لقاء استئناف هذا اللقاء يوم الغد.